إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، وقد سمعنا خيرا عظيما، محاضرات متنوعة وفوائد جميلة وكلمات نبيلة، سواء ما يتعلق بالحث على العلم والعمل أو ما يتعلق بالتحذير من طاغوت العصر التلفاز وما في بابه. وفعلا إن التمثيل قد أساء إلى الإسلام والمسلمين من جهتين: الجهة الأولى المسلسلات الأجنبية والأفلام الماجنة، حيث سلطت على الشباب ثورة الشهوات، فأصبح القليل من يتحكم في نفسه ومن يسلم من شررها وضررها. والوجه الثاني المسلسلات التي تسمى بالإسلامية، وكان ضررها من جهتين: الجهة الأولى الإساءة إلى أئمتنا وإلى أعلامنا وفي ذروتهم الأنبياء، فقد مثلوا يوسف عليه السلام وقد مثلوا غيره في صور مزرية تجعل المتطلع والمتابع لهذه الأفلام يتصور هؤلاء الأئمة الأعلام في مرتبة وضيعة، ربما يصورون مثل الإمام أحمد وهو مهتم بجارية من الجواري، وضرار بن الأزور يموت وهو يتخيل معشوقته، وهكذا من هذا الظلم المشوه للإسلام والمسلمين. الوجه الثاني تعظيم بعض زنادقة الأمة كابن سينا والفارابي وابن الفارض وابن عربي الطائي ومن إليهم، فهذا موضوع ينبغي أن ينتبه له الناس، لأنه نوع من الغزو الذي غزي به بلاد الإسلام. وانظروا إلى ما صنعت قناة الجزيرة وما إليها من تثوير الشعوب، حتى خرج الهمج الرعاع على حكامهم وأمرائهم، وقطعت السبل وانتهكت الأعراض وأزهقت الأنفس وتسلط الرافضة، والله المستعان. وبالمناسبة نحن مع حدث عالمي، وكنا نتمنى أن يكون هذا الحدث فيه نصرة لدين الله عز وجل وإعلاء لكلمة الله عز وجل، ولكن الواقع أن الحدث عبارة عن طعنة تضاف إلى الطعنات التي تتوالى على هذه الأمة المسكينة، الأمة المحمدية. وممن تأتي الطعنة؟ تأتي الطعنة من شخص عندنا معروف أن أحسن أحواله أن يكون صوفيا ضالا عقلانيا منحرفا، ولكنه عند عوام الأمة الإمام الأعظم للأزهر الشريف، هكذا يسمونه. والأزهر قد انحرفت رسالته من زمن بعيد، حيث تسلط عليه الأشاعرة وتسلط عليه العقلانيون، فأصبح من منار إسلامي إلى منار يحارب الدعوة السلفية وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم المرضية، ويناصر مثل هذا البلاء. فإذا وجدت الدعوة إلى وحدة الأديان رأيت الأزهر في أول المنادين بها، وإذا أردت أن تنظر إلى حجم الطعن
في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للأزهر الحظ الأوفر، ولا أدل على ذلك من الكتاب الذي ألفه محمد أبو زهرة المسمى عندهم بالإمام الأعظم، حيث ألف كتابا بعنوان المذاهب الإسلامية، وقد قرر هذا الكتاب ودرس في جامعة صنعاء، وكثير من طلاب العلم أقصد من طلاب الجامعة يقتنون هذا الكتاب، لا سيما من يقرأ في الأقسام العربية والأقسام الإسلامية. وإذا نظرت إلى هذا الكتاب تجد أنه يعظم مذهب الماتريدية ويدافع عنه بشدة، ويغض الطرف عن مذهب المعتزلة ومن إليهم. فلما جاء إلى ما يسمى بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا به يطعنها طعنا ويصفها بأقبح الأوصاف. ولما وصل إلى ما تسمى بمدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندهم، صورها أنها دعوة إلى التشدد والغلو وعدم تعظيم الأولياء والصالحين كما هو عادة المخالفين لدين رب العالمين. وحين وجد كلاما لابن الجوزي ربما يوافق ما في نفسه من اعتقاد الماتريدية والمفوضة أيضا، وإذا به ينقله محتجا به على الحنابلة ومن إليهم. وقد وقفت على هذا الكتاب قديما في مبدأ طلبي للعلم، ولم أكن عازما على الرد عليه، وإنما أشياء وقعت في ذهني في ذلك الزمان. الشاهد أن هذه الطعنة هي ما وقع قبل يومين في الإمارات بما يسمونه بوثيقة الأخوة الإنسانية، وقع عليها تمثيلا للمسلمين زورا وبهتانا أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر، ووقع عليها من جانب النصارى المشركين المنددين فرانسيس باب الفاتيكان، ويسمونه أيضا ببابا الكاثوليك، لأن النصارى ينقسمون إلى مدرستين مشهورتين هما البروستانت والكاثوليك، وهكذا كنيسة الإسكندرية لها نوع تصرف في الدعوة النصرانية في العالم. وشاهدنا أن هذه الطعنة ليست بالسهلة، ليست على طلاب العلم وعلى أهل السنة، فنحن على بينة من أمرنا بحمد الله عز وجل، ولكنها ضربة موجعة لعوام المسلمين، العوام الذين حرموا من تعلم العقيدة الصحيحة على أيدي أهل السنة والجماعة، العوام الذين تلقوا تعليمهم من الدش والتلفاز والفيسبوك والواتساب والتويتر وسناب شات والتليجرام وما إليها من المدرسين. هذه المدارس التي أفسدت الأمم والشعوب، ولذلك ينفقون عليها المليارات. فهؤلاء حين يسمعون مثل هذا الكلام والدعوة إلى الأخوة الإنسانية وأن الناس متساوون في الحقوق الإنسانية، وربما صوروا أننا نجتمع مع النصارى في إبراهيم عليه السلام، وأرشد المسلمين إلى قراءة آية من سورة آل عمران فيها هدم لهذه الشبهة،
فإن اليهود والنصارى كل منهم يدعي أنه أحق بإبراهيم، وأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فرد الله عليهم هذه الفرية وبين أنه كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم إنه قبل اليهودية والنصرانية، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ ثم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فتكفينا هذه الآية لمن زعم أن بيننا وبين اليهود والنصارى صلة أو سبب أو نسب، أنه قد قطع ما بيننا وبينهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقع بيننا وبينهم تقارب أو تحاب أو اتفاق إلا بشيء واحد، وهو ما ذكره الله في صدر سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا أي عن شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار له بالوحدانية ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقل اشهدوا بأننا مسلمون، ومعناه أنتم كافرون مجرمون منددون. فأين المسلمون من مثل هذه الآية العظيمة التي أنزلها الله في الرد على دعاة الحوار؟ لأن النصارى جاءوا من نجران يحاورون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وأنه وأنه، فبين الله منزلته الشريفة ومكانه العالي وأنه من المؤمنين الموحدين وأنه مخلوق بكلمة الله لا هو كلمة الله كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة. والسبب الذي جعل النصارى يعبدون عيسى أنهم اعتقدوا أنه الكلمة وأنه صفة الله، وهذا قول يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، بل عيسى كان بكلمة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم عباد الله، وللاختصار أذكر أمورا: الأمر الأول أن الإسلام ينقسم إلى قسمين، إسلام بمعناه الخاص وإسلام بمعناه العام. أما الإسلام بالمعنى العام فقد قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، فكل دين حق جاء به الرسل ودعوا إليه فهو إسلام على أي طريقة كانوا يتعبدون ما داموا لله موحدين ولسنة أنبيائهم مقتدين. ولهذا يقول الله عن نوح: وأنا من المسلمين، وهكذا إبراهيم وموسى وعيسى وكلهم يقر بالإسلام. وأما الإسلام بمعناها الخاص فهو الدين الذي أنزله الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات والنبوات وجعله مهيمنا على غيره من الأديان وحفظه من تحريف الغالين وتأويل المبطلين. فهذا الإسلام الذي هو بمعناه الخاص لم يبق معه دين لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. والله لو كان يعبد الله على شريعة موسى التي لم تغير ولم تبدل، ولو كان يعبد الله على شريعة عيسى التي لم تغير ولم تبدل إلا أنه لم يؤمن بمحمد وبهذه العقيدة التي أنزلها الله على محمد كان من الكافرين، ما بالك فقد أخبر الله عز وجل أنهم مشركون منددون وأنهم شر البرية. الأمر الثاني أنه لا فلاح لأحد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالأخذ بطريقته وسيرته. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. الأمر الثالث
أن الناس مهما تقربوا لليهود والنصارى فلن يكن منهم رضا عن الإسلام وأهله، لأن الإسلام زلزل عروشهم وبين عوارهم وأظهر فساد عقائدهم، ولذلك يبغضونه من قلوبهم. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى عنك حتى تتبع ملتهم وتصير يهوديا أو نصرانيا، فعند ذلك قد يرضون عن طريقك. نعوذ بالله من هذا الضلال البعيد. الأمر الرابع أن هذه الوثيقة إذ صدرت الآن ليست هي وليدة الليلة أو اليوم، هذه الوثيقة لها دعاة من الزمن الأول، حتى ذكر قتادة رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: تلبس الحق بالباطل، قال اليهودية والنصرانية بالإسلام، بمعنى الأثر. فهي دعوة قديمة، يريدون أن يلبسوا الإسلام بلباس اليهودية والنصرانية، وكلها أديان سماوية. أي دين سماوي معهم؟ دين سماوي وهم خطوا التوراة بأيديهم وحرفوها وبدلوها وأخبر الله بذلك. دين سماوي وهم حرفوا الإنجيل وبدلوه وأخبر الله بذلك. دين سماوي وهم يكفرون بما أنزل الله من الدين الناسخ لدينهم وشريعتهم وكتبهم. فأي دين سماوي عندهم؟ ما عندهم إلا دين الباباوات ودين الأحبار والرهبان المحرف المبتدع. نعم عباد الله، وهذه الدعوة قد دعا إليها في الزمن الماضي غلاة الصوفية كابن عربي الطائي وإخوان الصفا، هذه المدرسة الخبيثة الباطنية التي كانت تدرس وما زالت رسائلها في الجامعات في بلاد الإسلام، رسائل إخوان الصفا. وتجد أن أغلب الطاعنين في دين رب العالمين من الفلاسفة والملحدين يعظمون طريقة ورسائل إخوان الصفا. ودعا إليها كذلك من المتقدمين أيضا ممن مات قبله، جمال الدين الأفغاني وعبده محمد عبده المصري، وهكذا دعا إليها الإخوان المسلمون سواء بدعوتهم الخاصة أو العامة، الدعوة الخاصة بالتقارب بين السنة والشيعة، والدعوة العامة بالتقارب بين الأديان. وقد ذكرت في كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان أظن أكثر من 10 جماعات أو مجموعات أو دعوات كلها تدعو إلى هذا الباطل، ومنهم اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قد فضحوا بين الأمم فيريدون تلميع ما هم عليه بمثل هذا الشر العريض. فالمطلوب منكم ومنا وممن يسمع بث عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم بين الناس، وبيان ما فضح الله به اليهود والنصارى في كتابه، وما فضحهم به محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس تغيرت فطرهم، تغيرت أفكارهم بسبب الغزو الفكري وبسبب التبشير الذي ابتلي به المسلمون، والله المستعان. فنحن نبرأ إلى الله من هذه الوثيقة التي تسمى بوثيقة الأخوة الإنسانية، ونحن نؤمن ونقر بآية الأخوة الإيمانية التي قال عنها الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. نحن نؤمن بهذه الآية ونعتقد هذه الآية، ونعتقد أنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة، وجاء عن مجموعة 10 أو أكثر من الصحابة: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية إلا المؤمنون، وفي رواية إلا نفس مؤمنة. نحن نقر بهذا ونعتقد هذا. وعلى ما أذكر أني مرة من المرات كنت في مصر فركبت مع بعض أصحاب التكاسي ليوصلني إلى مكان، فسألته عن شيء
فظن أني سألته عن عقيدته، فقال: أخوك مسيحي. فقلت له: لست بأخ لي. الأمر الثاني مما بينت أن التسمية بالمسيحي تسمية مبتدعة، وإنما يسمون بالنصارى الذي سماهم الله عز وجل به. حتى هذا اللفظ ينتبه له المسلم، يفرح النصراني أن تقول له أنت مسيحي، ربما يعمل لها عيد، فهو نصراني بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دعوته إلى الإسلام، قلت له: أدعوك إلى الإسلام. وذكرت له الآية، وذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. فكان من آخر كلامه قال: نلتقي فوق، نلتقي فوق يوم القيامة. قلت له: والله ما تكون إلا تحت، ما تكون إلا تحت. قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم، دينكم ولي دين. قرأت عليه السورة ثم تفارقنا. فالشاهد أننا لابد أن ننشر العقيدة الإسلامية بين المسلمين، بين أهل السنة في مراكز العلم. لا تأنف أن تعمل محاضرة بين الحين والآخر في أركان الإيمان، ولو قد تكلم به قبلك من تكلم، لأن هناك أناس من يشكك في هذه الأركان. لا تأنف أن تتكلم عن الأركان الخمسة للإسلام، لأن هناك من يطعن ويشكك في هذا الباب. إذن نحن بحاجة إلى مواجهة هذا الغزو بكتاب الله، سنة رسول الله، بث العقيدة الصحيحة. وأبشركم بالنصر والتمكين والعز المبين، كما قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونبشر اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين بقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، ولو مكر من مكر، ولو غدر من غدر، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، ويقاتل آخرهم المسيح الدجال عند نهر الأردن. هذا وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علينا إلا أن نثق بالله عز وجل ونعلق قلوبنا به. ومما أذكره أيضا هنا لتعرفوا الخطر العظيم الذي يحس به الكفار من تعلم العقيدة، وهو نصر لنا، أن بعضهم وقد أخبرني بنفسه أنهم سألوه في بعض المطارات الأمريكية: من أين جئت؟ فقال: جئت من دمج، ونحن ضد القاعدة. مسكين، يظن أنهم يبغضون القاعدة، هم الذين زرعوها أصلا. ونحن ضد القاعدة وضد داعش وضد الحوثيين وضد كذا. قالوا: لا، أنت جئت من عند الحجوري. الحجوري ما ذنب الحجوري؟ تتشر إن ذا عقيدة، مدرس للعقيدة. هذه كارثة عليهم. يمكن أن تفتح مدرسة تدرس ما شئت من العلوم والفنون، افتح حتى في الدين الفقه المقارن، افتح أي شيء تريد، لكن باب العقيدة هذا أتعبهم، لأنه يردك إلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة عليهم. إذا كنت تعتقد عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم فأنت على عقيدة إبراهيم الذي قال عنه الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فنحن براء منهم ومما يعبدون من دون الله. كفرنا بهم وبدأ بيننا وبينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده. هذا قول الله ليس بقولنا.
فمن أين يكون الفرنسيس هذا أخ للمسلم؟ معاذ الله. المهم نختم بأن الأخوة الإنسانية ليست بنافعة شيء أمام الأخوة الإيمانية، فقد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمامه ومن أبيه وأمه، وهكذا كل مسلم موحد يبرأ ممن خالف توحيد دين رب العالمين. والمعذرة على أن أطلت عليكم، لكن رأيت أن المسألة تحتاج إلى طرق، ولم أجد لي وقتا في هذين اليومين حتى اجتمع إخواننا في هذه الليلة المباركة في هذه المحاضرة، فيسر الله بما يسر، والحمد لله رب العالمين.